مرحبا بكم، يسعدنا أن ندعوكم للاشتراك في قناتنا الجديدة التابعة لقناة غذي ذهنك. السلام عليكم، اليوم جئنا لكم بعشرة ألغاز بصرية جديدة، لكن يجب أن تعلموا أن هناك نسبة 85% لم يستطيعوا حل هذه الألغاز. اللغز الأخير في هذا الفيديو، من يجد الحل الصحيح له سنقوم بنشر تعليقه في الفيديو القادم، ودعونا نبدأ. الاختبار الأول، قد تظن للوهلة الأولى أنها صورة حيوان، لكن هناك شيء مختفي بهذه الصورة وعليك إيجاده في 20 ثانية. انتهى الوقت. الاختبار الثاني، في الصورة القادمة يوجد طائر مختفي، حاول إيجاده وأمامك 15 ثانية. انتهى الوقت، وها هو الحل. الاختبار الثالث، هناك صورة مختلفة بين هذه الصور وعليك إيجادها في 20 ثانية. انتهى الوقت، وها هو الحل. الاختبار الرابع، الطائر في الصورة القادمة سوف يخدعك، حاول إيجاده في 20 ثانية. انتهى الوقت، هل وجدته؟ حسناً، إليك الحل. الاختبار الخامس، أوجد الحرف المختلف في هذه الصورة وأمامك 15 ثانية. انتهى الوقت، وإليك الحل. الاختبار السادس، وللعلم 90% من الأشخاص لم يستطيعوا إيجاد الثعبان المختفي في هذه الصورة، أمامك 20 ثانية لإيجاده. انتهى الوقت، هل وجدته؟ أخبرنا في التعليقات في أي ثانية وجدته. الاختبار السابع، أين توجد القدم اليسرى في هذه الصورة؟ أمامك 10 ثواني. انتهى الوقت، وإليك الحل. الاختبار الثامن، حاول أن تجد القطة في الصورة القادمة في 10 ثواني فقط. انتهى الوقت، وها هي القطة. الاختبار التاسع، حاول إيجاد الذئب المختفي في هذه الصورة، معك 20 ثانية. انتهى الوقت، وها هو الذئب. الاختبار العاشر والأخير، وكما قلنا، من يستطيع حله سيظهر تعليقه معنا في الفيديو القادم.
أوجد الاختلافات بين الصورتين. ضع حلك في التعليقات ولا تنسى الاشتراك في القناة ليصلك كل جديد. السلام عليكم متابعي قناة غذي ذهنك الأوفياء، يسعدنا أن نتقدم لكم بفائق الاحترام والتقدير. بفضل الله ودعمكم لنا توصلنا لـ400 ألف مشترك، لذلك يسعدنا أن نعلن عن إنشاء قناة جديدة تحت عنوان الغني، عن كل ما لم ترى ولم تسمع، لمعرفة أحداث حصلت منذ زمن بعيد. فكن مستعدا لعيش الإثارة والغموض. يمكنكم زيارة قناتنا الجديدة ودعمها بالاشتراك والمتابعة من خلال الضغط هنا أو عبر الرابط أسفل الفيديو. قناة الغنية، شاهدها وعشها. بين الشاشة والحياة، نسيج لحظات متواصلة تكشف الأسرار وتخطف الأنظار، تأخذنا في آفاق لاكتشاف كنوز الماضي والمستقبل. عش كل لحظة، التقط كل نظرة، اغمر نفسك في تفاصيل حقائقه. أطلق زفيراً فعالم الإثارة بين يديك. كن مستعداً للمغامرة، سافر معنا لتروي عطش إلهامك. أهلاً بك في قناة الغني. الغني، شاهدها وعيشها.